الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللي معانا ده يا جماعة شفاط، صاحبته جابتهولي بتقولي كل ما أحطه على أنا محطاه على الشباك، يعني ده مش محطوط في فتحة أو في شباك أو حاجة زي كده، لا ده محطوط على رف في شباك، في شباك في أوضة النوم. فبتقولي ده بيهويلي بيطلع لي إيه الهواء، او يجيب لي يشفط الهواء لبره، او يدخل هواء من بره لجوه وبيجدد هواء الاوضه. تقول لي كل شويه الاقي المروحه دي بتخبط في الجسم ده، فطبعا خدته منها وكشفت عليه كده كشف ظاهري، لقيته زي ما احنا شايفين كده بيدخل. طبعا الوش البلاستيك ده بيدخل كبس في الحديد ده، المفروض ده بيتركب في الحيطة او في شباك او حاجة زي كده وبيتركب الوش ده عليه، فلقيت فيه بوش جامد. يعني شايف احنا الاجزاء دي يا جماعة، دي ودي، ومن الناحية التانية نفس الحكاية، بيروحوا داخلين كبس على الجزء الحديدي ده ويعشقوا هنا، فلقيت فيه فرق جامد قوي، وان الوش ده يا جماعة بيتخلع من بعضه وبيتخلع بسهولة كل شوية. فطبعا بنظرة عامة كده لقيت كل متطبق من جوه، الأجزاء اللي جوه دي متطبقة زي ما احنا شايفين. هنقوم باستعدالها كده اهو، اهو يا جماعة كده نقوم باستعدال كل الأجزاء ديك وان شاء الله يتصلح اهو. شفت الناحيه التانية ازاي يا جماعه متطبق ازاي وداخل لجوه، وبالتالي الكبس مش هيقوم بدوره، يعني هنيجي نقفل مش هيتقفل لان بعد عن البلاستيك اللي بره اهو كده يا جماعه اهو اهو. بص يا جماعه كمان في جزء هنا اللي هو خاص اهو كده برضو، لقيته متني برضو اهو كده اهو، هنستعدله برضو. هو كل ده يا جماعه كل ده سوء استخدام اهو اهو، هنعدلها كده علشان المروحه اما نيجي نعملها كبس تستريح في وضعها الطبيعي اهو كده. اهو كده تم استعدالها. طبعا هنجيب دي بره شويه عشان تحاول تلمس في البلاستيك اهو، وهنا كده يا جماعه برضو اهو. اهو كده نشوف الناحيه التانيه اهو. نجرب بقى كده الوش، طبعا الفتحة دي عند الألوان ديك عشان نعرف تشتغل ولا لأ. اهو نقلب كده اهو، اهو يا جماعة كده. هي طبعا عايزه ايه تثبتها، اهم حاجه ما يخرجوش من بعض. طبعا انا هعمل حاجه تانية، انا بقى هثبتها. هي طبعا بتتحط في الوضع ده كده اهو اهو كده، او على جنب كده اهو يا جماعه كده اهو، بتتحط كده وبتتفتح الهوايات دي كده اهو. طبعا بحطها على جنب عشان تعرف تشدش الخيط دوك عشان تشغلها بيه
لو عملناها كده اهو في الوضع الطبيعي بتاعها طبعا المفتاح هيبقى ايه تحت، فهي بيحطوها كده على جنب يا جماعة اهو، والسلك من فوق كده والريش دي بيفتحوها كده. طبعا انا هعمل حاجة تانية اثبتها جامد بقى ايه بالحبلة دي، مش بالحبلة اهو يا جماعة اجيبها لكم اهو. هنجيب الحاجات دي الافيس ده او اربطة اربطة الربط ديك اللي بتربط نربط اسلاك او حاجة اهو. هنجيب مثلا اربعة كده وهنجيب كوية ونخرمها اهو، يعني مثلا احنا كده ركبناها في الوضع الطبيعي. هنا في خرم اهو، ممكن هي عايزة اهم حاجة ان هم يثبتوا في بعض. بص يا جماعة الحركة دي اهو كده، هنخرم خرم هنا كده اهو كده، لا ننزلها شويه تاني اهو اهو كده، نزلنا كده اهو اهو، وهنجيب واحده من دول ونحاول نعديها اهو كده اهو. طبعا اجيب حاجه عشان مش اجيب جفت عشان ايه امسكها بيه اهو يا جماعه. فوتت انا واحده كده اهي، جبتها بالابره، وطبعا بحزمه الربط دي نروح رابطين جامد اهو. بصوا كده مسكت جامد. طبعا هنعمل من الناحيه الثانيه كده اهي، مثلا في فتحه هنا اهي، نجيب لها برضو نخرم لها فتحه كده عشان نثبتها تثبيت جامد ما يتفكش تاني ولا يعمل صوت اهو كده يا جماعه. وهنجيب كده افيز من دول او حزام ربط اهو كده اهو، ونفوته من هنا اهو. طبعا اهو نتني الحته دي عشان ايه اهو كده اهو كده عشان ايه يعدي من الناحيه التانيه اهو كده يا جماعه اهو اهو. طيب افوتهم انا بقى يا جماعه وايه اهو، عايز ابره عشان نعرف نفوتها اهي كده اهو اهو يا جماعه كده فوتناها اهو. وبعدين هنحطها في الايه في الفتحه دي وهنربط عليها كده تاني كده جمدت خالص. فاضل بس ايه اعمل لهم الاثنين دولك اهم دي ودي وارجع لكم تاني. خلاص يا جماعه اهو ربطناها اهمك. طبعا هنقص الحته الزياده بس دلوقتي بقت زي الحديد اهو وماسكه جامد زي ما احنا شايفين كده اهو ان شاء الله اهي بقى جمدت خالص. على فكره يا جماعه المروحه دي نوع خاص، يعني نوع مش زي الانواع اللي احنا واخدين عليها اللي بتتربط عليها بصاموله، يعني زي ما احنا شايفين كده اهو بندوس على الجزء ده وفي سوسته تحتيه كده. بصوا يا جماعه بتروح مخلوعه زي ما احنا شايفين اهو، سيخين او حديدتين كده بيروحوا قافشين هنا اهو بعد تدخله. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه نوع خاص مختلف عن اغلبيه المراحل اللي احنا بنستخدمها الصيني، فيها زي ما احنا شايفين كده اهو زي قطبين حديدين، ادي قطب اهو وادي قطب، اما بدوس عليه من هنا بيفتحوا، واما اسيبهم يروحوا مقفولين على بعض يروحوا قافلين على الاكس اللي فيه هنا زي ما احنا شايفين كده في حفره مدوره طبعا زي ما احنا شايفين اهي كده بتروح ماسكه اهو زي ما احنا شايفين كده اهي محفوره في الاكس ومدببه من فوق الاكس ده، فبيروح داخل كده على طول مجرد ان احنا بندوسه بتروح ايه رجل. المهم كده نجرب ونشوف ايه اللي هيحصل، وهنحطه في الوضع اللي هي بتحطه فيه زي ما هو كده، بنفتح الريش اهو ونوصل الكهرباء ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اهو يا جماعه كده نجرب اهو الحمد لله اهو كده 100 100
مش هيعمل صوت، مش هيعمل صوت زي ما احنا شايفينه اهو. والحمد لله ونديه لصاحبته.